Bam. So, we are not هذه المشاهد والأخبار والتصعيد في غزة كانت وقودا للأسواق خلال الأسبوع الماضي، كانت محركا رئيسا للأسواق العالمية وكذلك أيضا لأسواق المنطقة العربية وكذلك لأسعار الذهب والنفط. دعونا نلقي نظرة على ما دار خلال الأسبوع الماضي على وقع هذه التصعيدات العسكرية. بداية في الولايات المتحدة، ربما كان هناك محركات لها علاقة ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع، وسجل التضخم في الولايات المتحدة عن الشهر الماضي 3.7%، ولكن جاءت نتائج البنوك لتعادل الكفة وتزيد من المكاسب بالنسبة للأسعار أو للمؤشرات الأمريكية داو جونز والأس أن بي، ولكن في المقابل يبدو أن بيانات التضخم ألقت بظلالها على الناسداك الذي تراجع هو الآخر. أس أن بي والداو جونز شهدا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في المقابل الناسداك على تراجعات. بخلاف ذلك ننظر إلى الأسواق الأوروبية وأسواق بريطانيا تحديدا، لأنه الأسواق الأوروبية وأسواق بريطانيا شهدت حالة من المكاسب، نعم حالة من المكاسب، ولكن كان هناك تراجعات في ختام الأسبوع مع الأسعار المرتفعة للنفط التي ألقت المخاوف داخل نفوس المستثمرين المختلفين من فكرة أنه التضخم سوف يبقى مرتفعا، لأنه الأسعار أيضا لا تزال مرتفعة حتى بالرغم من تأكيدات من قبل كريستين لاغارد رئيسة المركز الأوروبي إن البنك عازم على خفض معدلات التضخم والوصول به 2% وأنه على الطريق الصحيح، وأن ذلك قد يستلزم مزيدا من التشديد النقدي، وهذا بطبيعة الحال ألقى بظلاله على نفسية المستثمرين وتداولاتهم والاتجاه نحو أصول أخرى أكثر أمانا والبعد عن المخاطرة. الأمر نفسه انعكس على فوتسي، وهذا ما شاهدنا تأثيره على مدار الأسبوع، ولكن شاهدنا أيضا أن الأسهم المتعلقة الطاقة هي ما دعمت سواء المؤشرات في بريطانيا أو كذلك المؤشرات الأوروبية بختام الأسبوع. ماذا عن الطاقة وتحركات أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي على وقع المشكلات والصراعات الجيوسياسية التي نشاهدها في قطاع غزة؟ خمبرنت خلال الأسبوع الماضي سجل أكبر مكاسب أسبوعية له منذ 8 أشهر خلال الأسبوع الماضي. اللافت للانتباه أن هذه المكاسب في معظمها جاءت في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع، جلسة الجمعة والخميس. هذه المكاسب طبعا جاءت على خلفية استمرار المخاوف من وجود الصراع في المنطقة وفي غزة، هذا من جانب. من جانب آخر شاهدنا مزيدا من العقوبات الأمريكية على صادرات النفط الروسية، ما ألقى أيضا المخاوف داخل نفوس المستثمرين من فكرة مزيد من شح الإمدادات خلال الفترة المقبلة، بعدما كانت روسيا مسموح لها بالتصدير للنفط خلال الفترة الماضية، وكان ذلك تحت سقوف سعرية بالـ60 دولار. ننظر أيضا إلى أسعار الخام الخفيف، أيضا هي على مكاسب، والذهب أصبح مستفيدا بشكل أكبر إن لم يكن هو أكبر المستفيدين خلال الفترة الماضية. ننظر إلى الذهب وتداولاته، مكاسب قوية بالنسبة للذهب خلال الأسبوع الماضي، تجاوز بها مستويات الـ1900 دولار خلال الأسبوع الماضي، طبعا مع استمرار المخاوف وتحول المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. عربيا السوق السعودي شهد تراجعا بأكثر من 0.5 النقطة المئوية، وطبعا المخاوف في المنطقة لا تزال تلقي بظلالها على المستثمرين. مؤشر سوق دبي يسجل أكبر خسائر أسبوعية نشاهدها بالنسبة للسوق منذ نوفمبر الماضي، أبو ظبي أكبر خسائر أسبوعية نشاهدها للسوق منذ ديسمبر الماضي. كذلك أيضا ننظر إلى مؤشر الكويت، كذلك سجل تراجعات هي الأكبر منذ شهر مايو الماضي. في قطر الوحيد الذي بقي على مكاسب رفقة المؤشرات المصرية، لأنه كان هناك في قطر أرباح كيو أم بي هي التي دعمت أداء المؤشر خلال الأسبوع الماضي، لأنه في جلسة أو الجلسة التي تلت الإعلان عن نتائج كيو أم بي صعد السهم حتى كيو أم بي أكثر من 6%. وننظر إلى المؤشرات المصرية كذلك أيضا، إي جي إكس 30 سجل مكاسب هي العاشرة
في 11 شهرا أو 11 أسبوعا من المكاسب خلال الفترة الماضية بالنسبة لمؤشر البورصة المصرية، يستعيد بها مستويات 20,000 نقطة. إذن وفي ظل استمرار الصراع في غزة، نشاهد أو شاهدنا الأسبوع الماضي تحركات للأسواق والمخاوف لا تزال موجودة، واللافت هو التوجه دوما للملاذات الآمنة.